بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذي الأعزاء. درس اليوم فيما يتعلق دروس التربية الإسلامية، مكون التزكية العقيدة، الموضوع مراتب الدين الإحسان. إذن قبل أن نبدأ، لابد من هذا التذكير لما رأيناه في الأجزاء الأولى من حديث جبريل عليه السلام. إذن هذا النص الذي هو حديث جبريل عليه السلام رأيناه في درس مراتب الدين الإسلام عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. إذن من خلال حديث جبريل عليه السلام، الإسلام هو الشهادتان، وتعني أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة وهي أفضل العبادات بعد الإيمان بالله، وهي ثاني ركن من أركان الإسلام وقد فرضها الله على كل مسلم ومسلمة، إيتاء الزكاة وهي فريضة مالية واجبة على كل مسلم ومسلمة ملك النصاب بشروط، صوم رمضان وهو عبادة كذلك تخص كل مسلم ومسلمة، وهو عبارة عن الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى، حج بيت الله الحرام وهو عبادة تخص كل مسلم ومسلمة استطاع إليه سبيلا. إذن بعدما عرفنا الإسلام ننتقل إلى الجزء التالي وهو الإيمان. فسأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن أن تؤمن بالله يعني أن تصدق بوجود الله، أن تؤمن بملائكته أي أن تعتقد بوجودهم، وأن تؤمن بكتبه أن تصدق بهم، وأن تؤمن برسله يعني أن تتبع شريعتهم لأنهم أرسلوا بعقيدة التوحيد، واليوم الآخر يعني أن تؤمن بيوم القيامة، وبالقدر خيره وشره أن تؤمن بكل ما قدره الله على المسلمين خيرا كان أو شرا. إذن والآن سندخل إلى درس الإحسان، وسننطلق كذلك من حديث جبريل عليه السلام. إذن قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني على المسلم أن يعبد الله كأنه يراه، وإن لم يره فالله يراك. إذن فبالنسبة للإنسان فهو يتعلق بسلوكه في علاقته مع خالقه ومع الناس، لذلك ينبغي على الإنسان أن يكون مخلصاً مع نفسه ومع غيره. إذن فالقيم التي نتشبع بها من خلال هذا النص هي أن الإحسان هو أعلى مراتب الدين، وهو أن يغلب على المحسن شهود الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينيه، فيثمر ذلك الإخلاص في العبادة والخشوع وفراغ البال من الشواغل.